يعني شوفوا يا أخواني فوائد هذه الدروس، يعني البعض ما هوش عارف معنى علم عقيدة أول شيء، تمام؟ يعني نحن الآن من جماعات شتى، من فرق شتى، تمام؟ فتلقى واحد يفهم العقيدة أنها فقط هي توحيد الألوهية والشركيات في القبور والأمور هذه فقط، أنها هذه العقيدة فاهمها. آخرين يفهموا العقيدة في الولاء والبراء، أن هؤلاء طواغيت وهؤلاء مسلمين وهؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله وهؤلاء يحكمون بما أنزل الله وخلاص، هذه العقيدة كأنه مجمع العقيدة فقط هذه. وآخرين يأتي فقط في باب الإيمان، تكلم في باب الإيمان وفقط في هذه الزاوية. والبعض الآخر معه العقيدة واقفة فقط على معرفة الأشياء الغيبية في اليوم الآخر، يعني الصراط والحوض وعذاب القبر وغيرها، أن العقيدة فقط مشتملة على هذه الأشياء، أو العقيدة في أشراط الساعة والغيبيات التي أخبر بها، مهدي، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك. فكل واحد فكره في العقيدة جزء، بينما العقيدة التي نزلت من عند الله عز وجل هي سن عقائد للناس وتشريعات، هذه التشريعات تدخل في أفكار الناس لتكون لهم منهجية، لتكون لهم منهجية، يعني تشمل أشياء كثيرة مش زاوية معينة. اللهم أن هذه إحدى الزوايا الآن التي نتكلم فيها، ونحن لن نتكلم في جميع الزوايا. السبب في ذلك أن هذه هي المفاهيم المغلوطة اليوم موجودة في الأمة، تعصب لها وكان السبب للفرقة، تعصبت لها جماعات وفرق عالمية على مر التاريخ وحصلت أخطاء بسببها كثيرة. فنحن نعالج هذه القضية من هذه الزاوية. أضف إلى هذا أنه دراسة هذا الباب بالذات الآن اللي نحن الآن فيه، اللي هو قضية العترة وآل البيت والتمسك بهم وغيرها، هذا سينفعنا في شخصية الإمام المهدي المستقبلية. كيف نعرف الإمام المهدي؟ ما هي شخصيته؟ كيف سنستطيع أن نعظم الإمام المهدي ونعطيه قدره الصحيح؟ يأتينا واحد يتكلم مثلا على الإمام المهدي، قال والله الإمام المهدي لو خالف الكتاب والسنة ما نتبعه. كنت تقول لي إمام مهدي؟ أولا يعني هو من العترة ومن أئمة العترة وممن أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع الكتاب والعترة، وأن الرجل سيأتي مهديا حتى من الاسم أنه هادي للناس، ومع هذا كله تقول لو خالف الكتاب والسنة، إذن أن تحتمل أشياء خرافية وهمية في الأصل. ولهذا سيلقى بعضهم المهدي عليه السلام وكأنه يعني شخصية عادية من الشخصيات العادية، بشر من الشخصيات العادية، ليس له أي تقدير وليس له أي أفهام يراها فيه، ولا يعني واحد من البشر، تمام؟ نعم هو بشر، الله عز وجل يقول على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني أنا عندي وحي، أي في استثناء. وهناك أيضا المهدي عليه السلام نعم بشر، لكن له أفهام وله إمدادات إلهية من السماء ما لم تكن عندنا، فلازم نفهم هذه الأشياء. فإذا خرج الإمام المهدي عندها أنت من خلال هذه العلوم ستعرف قدر الرجل، من خلالها ستفهم ما هي الأشياء المطلوبة منك اكتشافها في هذا الرجل، تمام؟ ما هو طلب من الرسل الآيات والعلامات والبينات والهذا، هذا نفس الكلام، ستلقى عليه أفهام. قال مثلا في الأثر قال يؤتيه الله علما ولا يكله إلى نفسه، إذن ما هو هذا العلم؟ لكن هذا فيه دلالة على أنه يميز بعلوم غير العلوم المشهورة عندنا، يؤتيه الله إلهامات، أفهام، علوم ليست عندنا، هذه هي الأساس، هذه هي الأساس. إضافة إلى هذا أن الأمة يعني تأخذ الكتاب والسنة وتأخذ العترة، ومع هذا يتعاملون مع آثارهم وأقوالهم وأفعالهم ولا يستطيعون أن يحلوا إشكاليات الأمة واختلافاتها. يأتي الإمام المهدي عليه السلام يستطيع أن يستنبط من الكتاب والسنة ويعمل عليها، ويأتي بأفهام تجمع الأمة كلها فيجتمعون كلهم. هذه هي الأساسيات التي لابد أن نفهمها جيدا، وهذه هي العلوم التي من خلالها نفهم شخصية الإمام المهدي، كيف يكون الإمام المهدي. يعني أنت ربما ستلقى يعني رجل حافظ من العلماء معه محفوظات كثيرة جدا، لكن لما تجلس إلى أفهامه لا تجد نفس الأفهام التي تجدها عند إمام العترة، ستجد أن هناك في تميز. أحيانا تجد إمام العترة ليس بحافظ كثير لكن له أفهام قوية وأشياء، وله يعني أيضا سيطرة روحانية على الأرواح، وله أيضا تصرف في أمور الناس في أمور دينهم ودنياهم من ناحية توجيههم، فيستمع إليه الناس وتجتمع عليه الأمة ما لا تجتمع على غيره. هذه كلها ترى أنها آيات إلهية تتنزل،
هذا العلم يفيدك في هذه الأمور وهي عقيدة، لأنه في الأخير إذا أتى المهدي وأنت رأيت أنه شخصية عادية، تعاملت معه أنه شخصية عادية، تلقائيا يعني سيقل قدره عندك وسيقل علمه عندك، وربما تكذبه، تقول مثل الكفار لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ما أتت المهدوية إلا عند هذا الآدم هذا الأسمر، ما عرفت تخرج يعني في البيض ولا في الحمر ولا في السمر ولا في الخضر ولا في كذا، يعني القضية الميزان عندك، صاحب المال، صاحب التجارة، صاحب الوزارة، ما خرجت في أبناء العالم الفلاني ولا السيد الفلاني. إذن أنت عندك موازين بشرية ليست موازين إلهية، أما الموازين الإلهية التي توزن بها هي هذه العلوم الصحيحة التي من خلالها نوزن الإمام المهدي عليه السلام. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهي رحمة من الله عز وجل، واختيار واصطفاء من الله، يصطفي لها من يشاء من عباده. تكملت شرح الحديث، قال في لفظة الحديث: حتى يرد علي الحوض. مناسبة ذكر الحوض أن الحوض هو مبلغ من اتبع كتاب الله وسنة نبيه والعترة، أو خالف كتاب الله وسنة نبيه والعترة، هذاك المبلغ عندها تبلى السرائر، وينكشف من خالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الكتاب أو السنة أو العترة، لأن الأحاديث وردت كتاب الله وسنتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، والحديث الثاني كتاب الله وعترتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. وستأتي الآن علينا أحاديث تبين أن أناس سيأتون متبعين للكتاب والسنة مخالفين للعترة، وأن الرسول يذودهم عن حوضه، ويأتي أناس آخرين متبعين للكتاب والعترة مخالفين للسنة يذودهم الرسول عن حوضه. تبوه؟ فلهذا صارت معنا ثلاثة أصول. طيب، من خالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبين ذلك من حديث الحوض، وهذه بعض الروايات بألفاظها المختلفة. عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث الآن الذي سنذكره هو زبدة دروسنا كلها التي أخذناها، كل الدروس الماضية كلها تجتمع في هذا الدرس، يعني بمعنى نستطيع أن نقول هذه هي الخلاصة النهائية، ونستطيع أن نقول هذا هو اسم الموضوع لكل العناوين الماضية التي مرت. عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أنا لماذا أقول لكم هذا الحديث كأنه يخصنا؟ لأنه ربط بين آل البيت، وربط بين أحداثنا في آخر الزمان، وكأنه يعني بهذه الحركة أنها سفينة نوح. اسمعوا أنتم الحديث، وكل واحد سيفسره من عندكم. اسمعوا. عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق، ومن قاتلنا في آخر الزمان. شو ما قال في أول الزمان؟ ومن قاتلنا في آخر الزمان كمن قاتل مع الدجال. الله. رأيتم؟ يعني آل البيت، وذكر قتال الدجال، وذكر القتال في آخر الزمان، من قاتلنا في آخر الزمان. طيب الرسول مش موجود في آخر الزمان، قد مات الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن من يقصد في آخر الزمان قاتلنا؟ المهدي وأصحابه. إذن قصد بأول الحديث آل بيت رسول الله من؟ اللي في آخر الزمان من؟ إذن المهدي سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق، ومن قاتلنا في آخر الزمان كمن قاتل مع الدجال. يعني في آخر الزمان من يقاتل العترة سيكون في صف الدجال، ومن يقاتل مع العترة سيكون في صف المهدي عليه السلام. رأيتم الحديث؟ رواه البزار والطبراني. طيب، إذن هذا الحديث نستفيد منه فائدة عظيمة، أن دروسنا كلها التي درسناها عن الصحابة والعترة والخلافات والمرجعية والإمامة كلها يجمعها هذا الحديث، كلها يجمعها هذا الحديث. يعني من كان مع المهدي في آخر الزمان فإنه حتما ناجي، من عارض، من خالف، هذا غرق،
وسيكون مع الدجال حتما، والمهدي لن يكون إلا في صف العترة. المهدي لن يكون إلا في صف العترة، يعني في الإمامة والمرجعية. المهدي لن يكون إلا في الإمامة والمرجعية. أما الذين يأتون يقولون أن المهدي في صفوفنا ومننا ومن جماعتنا ونحن متمسكين بالكتاب والسنة، وفي آخر الأمر يخالفون عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ليسوهم، والله ما يخرج منهم، وهذا حديث رسول الله يشهد على ذلك. طيب، هناك أحاديث أخرى سنأخذها أيضا في هذا الباب، وهي خلاصة لهذا الموضوع، لكن هذا الحديث هو خلاصة الكل، هذا أهم شيء، وإن شاء الله تأخذوه تكتبوه ويكون عنوانكم وعنوان حركتكم التي تسوى.